الحمد لله رب العالمين، أحمده وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا يوم الدين محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وأولا أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لقناة الصحة والجمال والعاملين عليها وبرنامج نجم مصر والكابتن عمار مبارك، وأسأل الله العظيم أن يحفظهم من البلاء والوباء. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولي الألباب. فإذا ضاع الأثر ضاعت الأمة الإسلامية كلها. فاتقوا الله في الأزهر وشيخ الأزهر، ولا أملك غير الدعاء. فاللهم احفظ شيخنا وإمامنا وقدوتنا رغم أنف كل حاقد وحاسد. فاللهم احفظه من البلاء والوباء، ومن أراد بالأزهر وبشيخنا خيرا فوافقه إلى كل خير، ومن أراد بغير ذلك فاجعل كيده في نحره، فإنك ولي ذلك القادر عليه. مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نجم مصر. في بداية حلقتي طبعا كل الدعم وكل الحب وكل التقدير للأزهر الشريف وللشيخ الدكتور أحمد الطيب. كلنا طبعا بنرفض الإساءة لهذا الرجل الطيب الدكتور أحمد الطيب. يمكن أنا مش حابب أتكلم كتير في الموضوع ده، فأنا خليت لكم أصغر طفل في مصر هو اللي يرد على كل من يسيئون للدكتور أحمد الطيب، اللي بنشوف فيه ريحة الشيخ محمد الشعراوي بصراحة. فمش هتكلم كتير في النقطة دي، أنا سبت الطفل الصغير هو اللي يرد على الناس اللي هي بتتكلم على الدكتور أحمد الطيب. هبدأ أخباري الرياضية النهاردة. أغلب الأندية المصرية لا تريد استكمال الدوري، يمكن حوالي 14 فريق رافضين ان هم يكملوا مسابقة الدوري. طبعا الدوري متوقف لفترة كبيرة، فلسه عشان الدوري يعود الناس او الاندية او اغلبية الاندية او كل الاندية المصرية محتاجة وقت كبير جدا، محتاجة على الاقل شهرين عشان تقدر تعمل فترة اعداد للفريق. لو في بداية الموسم لما بنيجي يا جماعة نبدأ الموسم الجديد بنكون لسه خارجين من موسم، فما بيكونش في راحة كبيرة. يعني لو نروح للأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز، الأندية دي ممكن لما بينتهي الموسم وتبدأ في موسم جديد ما بتكونش مش بتريح، ما بتقعدش 15 يوم، ممكن بتكون بتكمل. ليه بتكمل؟ لأن هي بتكون موجودة في بتلعب مثلا في دوري أبطال أفريقيا، بتلعب في الكونفدرالية، بتلعب في البطولات الغير محلية، فبتكمل على طول. لكن احنا دلوقتي كل الأندية سواء مشاركة في بطولة أفريقيا في الكونفدرالية بسبب هذا الوباء كل الأندية واقفة. فعشان نبدأ لا، محتاجين بجد محتاجين أقل حاجة شهرين. يمكن الأندية أو من الأندية اللي هي محتاجة أو بتطالب باستكمال الدوري هو النادي الأهلي. طب ليه؟ أنا شايف برضو أن الأهلي من حقه. الأهلي يمكن مر بصعوبات كتيرة جدا، يمكن شفنا على الناحية التانية الزمالك كان عامل يعني حقق بطولات وحقق بطولتين في أقل من أسبوع. فالاهلي اللي هو عايز يطلع بحاجه الموسم المنقضي او الموسم ده اللي ما كملش. الاهلي بصراحه يا جماعه عشان نقول اللي لينا واللي علينا، او عشان ما نجيش على حساب على مع حد على حساب حد تاني، النادي الاهلي بصراحه في مسابقه الدوري العام قدم مستوى جميل جدا، قدم مستوى طيب جدا جدا. فانا شايف ان النادي الاهلي من حقه ان هو يطالب باستكمال الدوري. اما الانديه التانيه برضه معاها الحق، في أندية اللي هي بتنافس على الهبوط، فدي فرصة ذهبية ليها، فرصة ذهبية ليها إن هو الدوري ما يستكملش ويبدأ موسم جديد. ولكن أنا من وجهة نظري الخاصة أتمنى إن الموسم ده ينتهي تماما، سواء توج الأهلي بطلا أو لم يتوج بطلا،
ولكن لو نرجع لكام سنة فاتوا كان الزمالك في المركز الأول وانتهت مسابقة الدوري وما تمش استكمال البطولة. وقتها الزمالك ما توجش بطلا للدوري، تم الإلغاء وكأنه شيء لم يكن. فهنا لو جينا عشان نتعامل على مسافة واحدة بين الجميع، لا، الدوري لو انتهى أو الدوري لو ما كملش مش هينفع إن الأهلي يتوج بطل. مش بتكلم والله عشان أنا مع زمالك أو أنا مع أهلي أو كده، أنا بقول والله كلمة حق. فبتمنى إن احنا نجهز أو تبتدي الفرق كلها تجهز للموسم الجديد. أتمنى كل الفرق تبتدي تجهز للموسم الجديد، الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية دي كلها. يا ريت الصوت يا جماعة في الكنترول. تمام. الأهلي بيرفع قيمة عقد مصطفى شوبير. مصطفى شوبير هو حارس مرمى النادي الأهلي أو حارس في قطاعات الناشئين. الأهلي بيرفع قيمة العقد بتاعه. هنا أنا عايز أوجه سؤال، أنت حضرتك بترفع قيمة العقد ليه؟ هو حضرتك إيه اللي عمله مصطفى شوبير الموسم اللي فات؟ إحنا ما شفناهوش في مباراة واحدة مع النادي الأهلي. أنا والله ما شفته أو ما سمعتش غير إن هو كان حارس مرمى للنادي الأهلي في فريق الشباب أمام مباراة أمام غزل المحلة، وانتهت المباراة بفوز غزل المحلة 7-1. بالأمانة دي المباراة اللي أنا سمعت إن هو مصطفى كان واقف فيها. أه هو وقف مع الفرقة بتاعته في قطاع الناشئين ولعب معاها الدوري، لكن في الفريق الأول أنا ما شفتوش مع الفريق الأول. هل في حد من حضراتكم شاف مصطفى شوبير مع الفريق الأول السنة اللي فاتت عشان الأهلي يرفع قيمة عقده وإن الأهلي يعتمد عليه كحارس ثالث في النادي الأهلي؟ هنا في سؤال، إيه اللي ورا الموضوع ده؟ إيه اللي ورا قيمة أو إيه اللي ورا رفع قيمة عقد مصطفى شوبير؟ هسيب لحضراتكم الرد. الأهلي بيكثف مجهوداته وبيفتح خزينته من أجل شراء جناح الفريق رمضان صبحي من الفريق الإنجليزي في صفقة قد تتعدى 8 مليون دولار. بصراحة أنا شايف إن رمضان صبحي أهم لاعب في فريق النادي الأهلي. رمضان صبحي لما كان بيغيب عن النادي الأهلي كنا بنحس إن في 30% من قوة النادي الأهلي الأهلي بيفتقدها. فرمضان صبحي شاء من شاء وأبى من أبى لاعب مهم جدا، وأنا من وجهة نظري أنا شايفه أفضل لاعب في مصر. زي ما كلنا شايفين إن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك أحسن مهاجم في مصر، لا أنا شايف كمان إن رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر. لعيب مهاري جدا، لعيب عنده قوة جسمانية ما شاء الله، لعيب بيفرق جدا لما بيلعب مع النادي الأهلي. مع المنتخب الأولمبي شفنا لاعب يعني مصر كلها أهلي وزمالك كانت متفقة وكانت فرحانة جدا بمستوى رمضان صبحي، زي ما مصر كلها كانت فرحانة بمستوى مصطفى محمد. فبصراحة أنا لو مسؤول في النادي الأهلي هبذل قصارى جهدي عشان خاطر إن رمضان صبحي يكون موجود في الفريق. رمضان صبحي بعد عودة النشاط أو بعد عودة النشاط الكروي في مصر إن شاء الله، عدم وجود رمضان صبحي في النادي الأهلي هيأثر بالسلب، ومفيش البديل المناسب لرمضان صبحي. حتى لو قلت لي كهربا، كهربا مش هيوصل او مش هيديني نفس القوه بتاعه رمضان صبحي. كهربا لعيب كويس جدا جدا، ما نقدرش نقول غير كده. مش عشان مشي من الزمالك هنقول لا ده لاعب وحش، لا، كهربا لعيب كويس جدا 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 في الملعب، وفرق جدا مع نادي الزمالك، فرق جدا جدا، وكان من الاسباب الرئيسيه في فوز نادي الزمالك بالكونفدراليه. ولكن لو عملنا مقارنه، لا، رمضان صبحي يفرق جدا، يفرق جدا جدا عن كهربا. كهربا بعد رحيله من نادي الزمالك وانضمامه للنادي الاهلي. طيب معانا على الهاتف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الخلوق كابتن عفت نصار. كابتن عفت ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، ازي اخبارك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. ان شاء الله، الله يخليك، ربنا يخليك. وسلام، الله يخليك. كابتن عفت، حضرتك الفتره الاخيره كنت حديث الميديا بسبب تصريحاتك الصريحه جدا جدا. حضرتك بتفسر الهجوم اللي على حضرتك ده بايه؟ والله لازم اللي يهاجمني يجادلني ويتكلم. اصل بص، دي حقائق الواحد بيتكلم صحيح فيها.
مش بنتكلم كلام هبه كده، كل حاجه انا بتكلم فيها ليها حقائق وليها مواقف ومثبته. انما دايما بعض الجهلاء اللي بيتكلموا على لمجرد الانتماء لنادي بيتكلم وخلاص، انما هو تقريبا ما بيعرفش اي حاجه خالص. يعني لما جيت قلت لواحد قبل كده قلت له ان نادي القرن اتعمل نقاط، قال لي يعني ايه اتعمل نقاط؟ مش فاهم، هو مش صحيح. عارف اي حاجه خالص. فده الافضل ان الواحد حتى الواحد يتجنبه يعني عشان ما يوجعش دماغه يعني. تمام. كابتن عفت، قبل التوقف الكروي الزمالك كان حاصل على بطولتين في اقل من اسبوع، وكان في استقرار كامل داخل نادي الزمالك. نجاح نادي الزمالك يا كابتن شايفه في مين؟ يعني شايف ده نجاح لمجلس الاداره ولا للاعبين ولا للمدير الفني؟ اول حاجه نجاح لقناه الزمالك الجديده، طبعا للسوشيال ميديا الزملكاويه، لجماهير الزملكاويه، لجماهير الزمالك اللي واقفه ورا الكيان بشكل كبير جدا، دعمت اللعيبه بشكل كويس حتى وقت الاخفاق في الدوري وعدم النتائج الكويسه. الا ان كل المباراه بتاعت افريقيا بتلاقي الجمهور رايح وبيقف مع اللعيبه لغايه اخر وقت، وده بان في الكونفدراليه السنه اللي فاتت لما لو شفت النهائي بتاعها يعني ملحمه بجد. يعني احنا او الجماهير كنا رقم واحد، صحيح. مش اللعيبه اللي كانت رقم واحد، احنا اللي لعبنا لغايه الاخر واحنا قاعدين بره كجمهور علشان ندعم النادي، والحمد لله ربنا وفق النادي وكسبنا البطوله. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، ان الجماهير والتماسك في مجلس الاداره وعدم التدخل في مسؤوليات المدير الفني واحتياجات الفرقه بقت موجوده بشكل كويس. بالاضافه لاهم حاجه في الموضوع ده كله، التجانس الغير عادي مع اللعيبه الفتره اللي فاتت، وده شيء انا خايف الزمالك يفتقده لو يعني لو الكره رجعت تاني الايام اللي جايه دي او بطوله افريقيا. كنت اتمنى ان الامور تستمر، لان الزمالك وصل لمرحله انسجام ولياقه ذهنيه غير عاديه يعني، فكنت اتمنى ان الموضوع يكمل يعني. طيب كابتن، حضرتك كنت متوقع نجاح قناه نادي الزمالك؟ والله نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك ممكن تبقى انجح كمان من كده لو تتغيرت بعض الرتوش اللي فيها، في شويه حاجات كده لازم تتغير وشويه حاجات تانية لازم تتضاف. في زملكاويه كتير جدا يقدروا يقدموا برامج بشكل كويس، ما يبقاش استقرار على حد معين لمجرد ان هو ما بيتكلمش وما بيقولش وماشي على السياسه اللي بتنتجها القناه دلوقتي. رغم ان احنا قناه فئويه، المفروض ان انا امجد في كل حاجه تخص نادي الزمالك، مش مجرد ان انا اعمل توازن. القنوات الفئويه ما فيهاش توازن، ما ينفعش يبقى فيها توازن. يعني انا بتكلم على مصر، في قناه مصر لازم ادي مصر حقها في كل حاجه، وابرز ايجابياتها وابعد عن سلبياتها، ده المفروض. انما القنوات العامه المفروض ان انت بتبقى محايد، صحيح. فدي قناه فئويه، المفروض ان انا ابرز كل شيء يخص النادي الزمالك ويخص مجلس ادارته ويخص لعيبته. انما ما اجيش اتكلم على مشاكل، وده اللي بتنتهجه القنوات العامه او القنوات الفئويه الثانيه اللي بتحاول دايما توقع قناه نادي الزمالك. تمام. الكابتن عفت نصار احد مشجعي، كمشجع لنادي الزمالك وليس كلاعب لنادي الزمالك، بتتمنى تشوف مين من الاعلاميين الزملكاويه في قناه نادي الزمالك الفتره المقبله؟ كتير يعني. انا قول لنا اسماء يا كابتن. يعني نفسي مثلا هيثم فاروق يبقى موجود، نفسي احمد عفيفي، نفسي ابراهيم عبد الجواد، نفسي مثلا في ناس كتير قوي زي يعني في اعلاميين كتير جدا مش على دماغي دلوقتي، انما في ناس كتير جدا، ناس محترمه كتير جدا لو بقت موجوده الامور هتختلف كتير يعني. تمام. قناه نادي الزمالك يا كابتن عفت فرقت جدا مع نادي الزمالك؟ اكيد فرقت، وهتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه لما الامور تبتدي يعني تبان بشكل كويس، او الدوري يبقى فيه شغال والبطولات شغاله وتذاع مباريات على قناه الزمالك. صحيح. الامور هتختلف، هتاخد الجماهيريه الكبيره جدا للقناه، وهيبقى فيها محللين كبار، وهيبقى فيها درجه مشاهده عاليه اكتر من دلوقتي كمان. تمام. كابتن، عدم ترشح وجوه جديده لرئاسه اتحاد الكره المصري، ده بتفسره بايه؟ بس يعني ده بقول عليه ده يعني حاجه تتحسب بالسالب مش بالموجب، لان الامور عندنا بتدار باسبقيه الحجز.
انت حجزت تقديم الجمعيه العموميه، فخلاص انت ضمنت تنجح. فاي حد جديد هيجي هيبقى ملوش التواجد، رغم ان انا اتمنى ان كل اللي رشحوا قبل كده، وطبعا احنا متفقين ان كلهم فشلوا بنسبه كبيره جدا. صحيح. اعتقد لو امور يعني وجوه جديده تيجي ومعاها صحيح. خبرات ورحيلهم يا اداريه. كابتن عفت كان مطلب شعبي على فكرة، عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية وعقب ودلوقتي خروج لا مصر. خلاص الناس بتنسى عندنا، الناس بتنسى، بس اتمنى ان يبقى في وجوه جديده، ومش لازم ابقى رياضي يا جماعه، دي حاجات اداريه، صحيح. يعني مش لازم اكون لعبت كوره علشان اجي ارشح نفسي، مش لازم. يعني اتمنى ان الامور دي تمشي بالشكل دوت، يعني ان يجي اداريين ينجحوا اتحاد الكوره، وقناه واتحاد الكوره يعني يقسم في بعض الحاجات المشتركه كتير جدا، اللي المفروض اصلا في كل الدنيا مش موجوده، زي لجنه الحكام مثلا المفروض تبقى مستقله، ما تبقاش تبع تمام. الاتحاد، وليها ايراداتها وليها حكامها وليها حاجات كتير قوي. والمفروض برضو ان اتحاد الكوره المهمه الاساسيه بتاعته هو اعداد او تنظيم جدول الدوري، بس ده طيب المفروض يعني. انما انا شايف ان اتحاد الكوره بيعمل حاجات كتير جدا مش اختصاصه، صحيح. واغلب اللي موجودين انا اسف بعاد جدا عن النواحي الاداريه، او ان هم ممكن يخدموا الكوره في مصر او يطوروها بالشكل اللي هم شغالين بيه. تمام. كابتن عفت عايز اخد حضرتك لنادي الزمالك، مين بصراحه من اللعيبه من لاعبي نادي الزمالك اثر بالايجاب طبعا على مع فريق نادي الزمالك في الموسم اللي ما كملش ده؟ في لعيبه كتير قوي اثرت بالايجاب، يعني ابو جبل عمل طفره انا ما كنتش متوقعها، طبعا. الونش بقى افضل سيرد باك في مصر، بن شرقي عندك حازم امام قام بدور كبير جدا بعد ان نجاز لما مشي، وان هو يجي من بالرغم بره انه خالص مظلوم يركب، اعلاميا يا كابتن. مظلوم اعلاميا جدا، لان في بعض الناس بتحاربه كشخص يعني. صحيح. بعد كده قلب الاسد طارق طارق حامد، حامد طبعا. بن شرقي عمل طفره، زيزو عمل طفره، صحيح. وبعد كده نيجي بقى للايقونه بتاعت الزمالك الفتره اللي فاتت، وان شاء الله تبقى السنين الجايه للزمالك ان شاء ومنتخب الله مصر، مصطفى محمد. مصطفى محمد. ان شاء الله. الكابتن عفت نصار، بتتمنى مين خارج نادي الزمالك تشوفه بالتيشيرت الابيض في الموسم الجديد؟ من خارج نادي الزمالك من خارج نادي الزمالك. يعني عبد العاطي بتاع وادي دجله، اتمنى ان يكون موجود جوه نادي الزمالك، بس يعني ده اللي اعتقد من ان بيراميدز او يا كابتن. ووادي محمود وادي اللي هو بتاع المصري السنتر فيرود. طيب لو رحنا للاعبين المعارين من نادي الزمالك للانديه المصريه، تتمنى مين او شايف ان هو خلاص بقى اللي هو استوى بلغه الكوره يا كابتن، وحضرتك بتتمنى انك انت تشوفه مع نادي الزمالك في الموسم الجديد؟ في اللي هو بيلعب في الاتحاد احمد رفعت. الافريقي، لا اللي هو الافريقي دوت، اسمه ايه، مش سير جالينا الثاني اللي بيلعب في الاتحاد، كاسونجو لعيب كوره ولا كاسونجو، كاسون كابونجو، لا لا سيسي سيسي عبد الله سيسي. سيسي. سيسي لعيب كوره، حاجه يعني المفروض الزمالك يستفيد منه بشكل كويس، انما موضوع الاجانب السنه الجايه ده هيفرق كتير جدا مع نادي الزمالك بالسالب. اتمنى ان لو محمود وادي ما جاش يفضل كابونجو كاسونجو، احمد رفعت يرجع، يبقى هيضيف للجبهات دي، ونستغل اشرف بن شرقي في حته 10 دي مع اوباما. صحيح. الكابتن عفت نصار مع عوده عمر جابر لنادي الزمالك؟ عمر جابر ابن النادي ومرحب بيه، واكيد افاده للنادي بعيد عن اي حاجه بتتقال الايام اللي فاتت دي خالص. شايف يعني حضرتك مع عوده عمر جابر؟ طبعا طيب. لعيب كوره كويس كابتن ويفيد النادي. عايز اخد حضرتك لنقطه تانية، هل الزمالك محتاج الى منح رئاسه شرفيه لاحد اثرياء الخليج من اجل دعم الصفقات، ولا جمهور الزمالك مش هيقبل بحاجه زي دي؟ اولا انت جربتها الفتره اللي فاتت، صحيح. بس الامور مش ان انا احتاج اثرياء علشان يصرفوا على النادي، النادي الزمالك يقدر يصرف على نفسه، بس انا صحيح. اتمنى ان يبقى في مشروعات مشتركه تقدر تفيد النادي، يعني انت عندك فرع اكتوبر ممكن تستثمره بشكل كبير جدا، ويبقى عندك استاد وعندك ملعب بتاعك، والحاجات دي اكيد تفرق كتير جدا لو اتعملت كحاجه مستقبليه لنادي الزمالك، يتعمل براند، نادي الزمالك براند كبير قوي، يقدر يعمل قريه كبيره جدا، قريه زملكاويه كبيره جدا، استاد وحاجات كتير جدا تفيد النادي على في المستقبل يعني.
طيب كابتن عفت، عايز ارجع بحضرتك لنقطه الاتحاد او انتخابات القادمه لاتحاد الكوره. كابتن، دايما لما بيحصل اخفاق لاتحاد الكوره كلنا بنطالب برحيل الاتحاد، وده من حقنا بصراحه، لكن ليه يا كابتن مش بنلوم على الجمعيه العموميه اللي هي بتجيب الاتحاد ده؟ لان انت لازم تعرف ان الجمعيه العموميه دي مغلوب على امرها. يعني بمعنى ان اغلب الانديه دي او اغلب رؤساء الانديه باحتياج للماده، والماده بتيجي تتحط لهم كده، عارف، بيتعلق كده الماده قدامهم، فبيروحوا ياخدوا الماده وبيوقعوا بدون اي تفكير في صحيح. مستقبل الكوره او اي حاجه، او ده مين او ده ايه، المهم ان هياخد قد ايه. تمام. حضرتك مع عوده او مع استكمال الدوري ولا عدم استكمال الدوري يا كابتن عفت؟ لو ينفع يستكمل الدوري يستكمل، بس حياه اي انسان اغلى كتير جدا من ان انت تعمل ترجع الدوري. انت محتاج دلوقتي اكتر من 4 شهور ونص عشان تلعب الدوري كاسابيعه العاديه، فاربع شهور ونص، ومحتاج شهر ونص للعيبه علشان تاخد الفورمه بتاعتها. صحيح. فانت بتتكلم دلوقتي في 6 شهور، احنا في شهر كام؟ شهر 5، يعني هنخلص على شهر 11 او اخر 11 كمان. طب الدوري الجديد هيبدا امتى؟ ازاي هتعمل وبعدين ده انت هتيجي تبدا الجديد بقى، هتلاقي انت دلوقتي يعني في بطولات، البطولات دي مش هتتماشى في الوقت عندك. لا، الامور هتختلف كتير جدا. المفروض ان سلامه الناس اهم من اي حاجه. الدوري خلاص احنا عايزين صعب يتلعب، يبقى خلاص ما يبقاش، احنا عايزين نكمل الدوري علشان الاهلي ياخد الدوري. خلاص ادوا له الدوري لو عايزين يدوا له، حاجه شرفيه وخلاص، ويهدوا شويه، لان الناس والكورونا والحاجات دي كلها محتاجين نخاف على نفسنا ونخاف على بلدنا وعلى اهالينا وعلى اولادنا وعلى كل الناس يعني بصراحه. طيب التوقف ده يا كابتن عفت بتشوفه ان دي فرصه حقيقيه لتصحيح الاخطاء اللي وقعنا فيها ككره مصريه عامه، مش كنادي زمالك او اهلي، على الكره المصريه عامه؟ ما هو مين اللي بيصلح؟ مفيش. تقعد طول عمرك كده. بس صح. واكبر دليل يا كابتن ان احنا الناس اللي مشيت من الاتحاد او اللي احنا طلبنا برحيلها هي اللي مترشحه دلوقتي. انا عايز اعرف ازاي انت تستقيم من مكان لسوء الاداره وترجع له تاني. صحيح. بس. طيب كابتن، راي حضرتك في اداء النادي الاهلي او في الموسم المنقضي للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي عمل مباريات كويسه جدا في الدوري، بس المستوى الافريقي كان في تذبذب، انما الاهلي بقى عنده فرقه كويسه ويقدر يكمل بشكل كويس. محليا اثبت وجوده جدا طبعا يا كابتن. طبعا ماشي بشكل كويس جدا. طيب مستر فايلر يا كابتن، هل كلنا شفناه طبعا في الدوري حاجه ولا اروع، هل افريقيا ثبت وجوده ولا لسه محتاج بعض الوقت؟ في الدوري انت عارف ان في الدوري اي لمسه لاي لعيب من الاهلي فاول، لعيب الاهلي يضرب اي حد ما فيش فاول، ففي مساعدات بتتم في الدوري يعني. وعندي حاجات كتير جدا ومقتطفات من بعض المدربين الاجانب اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي قبل كده، اقدر اجيبها لك وتعرضها وحاجات من دي. بيقول لك ان يعني احنا بنلعب عندنا كل المساعدات، كل الاوبشن موجود، انما في افريقيا بيتصدم بالحاجات دي، بيتصدم بقى ان التحكيم الافريقي ابتدى يبقى كويس، وابتدى ينقوا الناس الكويسه اللي تدير المباريات، فده اثر كتير جدا على المستوى بتاع الاهلي في بطوله افريقيا. طيب. صراحه حضرتك يا كابتن عفت هتخليني اخدك لنقطه، فوز النادي الاهلي بالنسخه الاخيره من الدوري، هل كان يستحق الفوز بهذا الدوري؟ هو انت لما عشان بقول لك، لما رتب لك كل مبارياتك واللعيبه بتاعت الدور الثاني لعبوا الدور الاولاني، وافتح لك الاستبدال واعمل لك، طب انا بقول لك خد الدوري يعني ما تاخدوش ليه؟ انا بقول لك هتكسب اي حد والحكم هيكسبك، وغيرت لك الفرقه كلها واستبدلت لك الفرقه ولعبت الدور الاولاني بنجوم الدور الثاني، ورتبت الفرق بشكل تصاعدي علشان الفرقه تصعد معاها وتبقى كويسه بعد الفرقه ما كانت في المركز ال 13 ولا 14 في الدوري. طب انت عايز ايه تاني؟ كابتن عفت اخيرا كده رساله من حضرتك لجمهور نادي الزمالك اللي بيعشق الكابتن عفت نصار. بقول لهم انتوا، انا واحد منهم، بقول انتوا نادي الزمالك، انتوا اللاعب رقم 1 واللاعب رقم 12، انتوا الداعم الاساسي لفرقه نادي الزمالك، وجودكم في اي مباراه كفيل ان نادي الزمالك يكسبها، حتى لو اللعيبه مش في المستوى المطلوب، انما
روحكم بتدي روح للعيبه، بتعمل فولت عالي جدا، فالزمالك ان شاء الله بيكسب على طول. تمام كابتن عفت نصار، بشكر حضرتك شكرا أشكرك جزيلا. أشكرك شكرا شكرا. بشكر حضرتك. هنرجع لأخبارنا. فرجاني ساسي يقترب من التجديد لنادي الزمالك بعد تمسك الإدارة باللاعب. يمكن اللاعب جات له أو جاله أكتر من عرض، لكن إدارة نادي الزمالك تمسكت باللاعب. طيب هنا أنا عايز أروح لنقطة الزمالك في 2015، السنة اللي حقق فيها دوري وكاس. الزمالك كان بيقدم موسم طيب جدا جدا في 2015. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان اللعيبه الكويسه او اللعيبه اللي كانت اساسيه في نادي الزمالك، بعض اللعيبه منها مشيت. طيب هنا الزمالك نجح او ما كررش نفس الخطا اللي وقع فيه قبل كده، بمعنى ان هو دلوقتي ابتدى يحافظ على الهيكل الاساسي للفريق. يعني احنا بنشوف دلوقتي ان هو بنشوف طارق حامد كمل بيكمل، فرجاني ساسي، واتمنى طبعا بن شرقي. وانا عندي خبر برضو ان بن شرقي بيبلغ اداره نادي الزمالك بعدم الرحيل عن القلعه البيضاء. بن شرقي كان مفاجاه كبيره جدا طبعا، او مستواه ابهرنا كلنا بصراحه، وكان يعني يعتبر عند جمهور نادي الزمالك كان نمبر 1 مع طارق حامد طبعا ومع فرجاني ساسي. بن شرقي بعد المسانده الكبيره جدا من جمهور نادي الزمالك، الراجل جاله اكتر من عرض، لكن الراجل بيفضل ان هو او بيفضل الاستمرار مع نادي الزمالك. طيب إدارة نادي الزمالك بتقرر استمرار مهاجم الفريق مصطفى محمد البلدوزر مع الفريق وعدم التفريط فيه لأي نادي. برضو مصطفى محمد بيجي له أكتر من عرض، كلنا شفنا في الفترة الأخيرة كلنا بمنتهى أو بمختلف انتماءاتنا سواء زمالك أو أهلي، كلنا كنا متفقين إن أفضل مهاجم في مصر مصطفى محمد، زي ما كلنا كنا متفقين إن أفضل لاعب في مصر كان رمضان صبحي، وده كلنا شفناه في او شفناه مع المنتخب الاولمبي. فبصراحه ده موقف يحسب جدا لنادي الزمالك، او مع الازمه الماليه اللي بتمر بيها اغلبيه الانديه بسبب هذه الازمه الوبائيه، كل الانديه او اغلب الانديه بتصدق ما بيجي لها عرض واتنين للاعيبه بتاعتها وبتبيعها عشان تقدر تتغلب على العجز المادي اللي عندها. لكن بصراحه زي ما كنا بننتقد إدارة نادي الزمالك إن هي بتمشي 15 لاعب وتجيب 15 لاعب جداد، ودول بيبقوا يا جماعة محتاجين وقت، محتاجين وقت عشان ينسجموا مع بعض. لو نلاحظ في آخر 4 5 سنين الزمالك لما كان يجيب لاعيبة في بداية الموسم إحنا كنا نتخض، كنا نقول أسماء، لا ده هياخدوا الدوري قبل الدور الأول ما ينتهي. يا جماعة في حاجة لازم تفهموها، مع احترامي الكامل لحضراتكم طبعًا، اي لاعب لو حضرتك جبت رونالدو وجبت افضل لعيبه العالم او جبت من كل فريق لاعب افضل لاعب عنده، اللعيبه دي محتاجه وقت، وقت للانسجام. فحضرتك لو انت عندك لعيبه المستوى بتاعها 80% بس ليهم سنتين ثلاثه مع بعض او بيلعبوا مع بعض، افضل ما تجيب لي لعيبه مستواها 200% بس اول مره تلعب مع بعض. فاللعيبه يا جماعه بتبقى محتاجه انسجام، محتاجه انسجام، محتاجه ان هي تلعب موسم على الاقل، تكون لعبة موسم مع بعض. ولذلك الزمالك لو حافظ على الفريق الأساسي أو حافظ على الأعمدة الرئيسية أو الأساسية لنادي الزمالك، الزمالك هتلاقي مستواه في تصاعد. كلنا شفنا الزمالك قبل توقف الدوري كان حاجة تانية، يمكن شفناه حقق بطولتين في أقل من أسبوع، حقق بطولات من قبلها برضه. الزمالك كان كويس جدا جدا، وده يا جماعة لمصلحة الكرة المصرية. النادي الأهلي في مسابقة الدوري العام، لا ده يستحق انه ياخد الدوري، حتى لو استكملت البطوله، حتى لو الدور الاول لسه ما انتهاش، لا انا بقول لك وبصم لك بالعشره كده ان الاهلي يستحق التتويج ببطوله الدوري. ولو استكمل طبعا الدوري الاهلي خلاص بنسبه 99% هو يعني المركز الاول. صعب صعب جدا ان حد يجيب النادي الاهلي زي ما بنتكلم وبنشيد بنادي الزمالك. لا نادي فيه ميزه هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي بلغه الكره كده لما بيتقرب او بيبقى اول دوري، لا صعب ان حد يجيبه. يمكن الزمالك في الموسم اللي قبل اللي فات كان ماشي اول بفارق نقاط كبيره عن النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدر يجيب او قدر يحصل النادي الزمالك بقى له يتخطاه ويحقق بطوله الدوري. ولكن كانت في امور تانيه كلنا شفناها وما نقدرش ننكرها يا جماعه. خلينا الصح نقول عليه صح والغلط نقول عليه غلط. بلاش نجامل حد على حساب حد، بلاش نجامل الزمالك شويه
ونجامل الاهلي شويه. احنا قلنا الزمالك افريقيا كان 10 على 10، لكن الزمالك في الدوري لا ما اقنعنيش. انا الزمالك في الدوري ما اقنعنيش، الاهلي في الدوري 10 على 10، افريقيا تحس انه جاي، بس كافريقيا لو عملنا مقارنه بين الزمالك وبين الاهلي لا الزمالك بصراحه افضل افريقيا. لو عملنا مقارنه بين الزمالك والاهلي محليا لا الاهلي افضل بمراحل. طيب الزمالك بيمنح كاسونجو الضوء الاخضر للرحيل عن الفريق. الزمالك يمكن قعد مع كاسونجو وقال له يعني لو شوف اي عرض هيجي لك مناسب لنادي الزمالك احنا يعني ما عندهمش اي مشكله. طيب عندي خبر هنا او يا جماعه ده اللي انا كنت بحكي لكم عنه، تعاقد الزمالك مع لاعبين سوبر في الموسم الجديد. يا جماعه من وجهه نظري الصفقات السوبر للزمالك هي المحافظه على اللعيبه الاساسيه للفريق، زي فرجاني ساسي، زي طارق حامد، زي بن شرقي، زي محمد ابو جبل، زي حازم امام، زي محمود علاء طبعا، زي مصطفى محمد. هو ده اكبر نجاح للموسم او اكبر نجاح للزمالك في الموسم الجديد. طيب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونادي بيراميد الحالي. يمكن كل حلقه بطلع معاكم بجيب لكم خبر ان عمر جابر في طريقه النادي الزمالك. طيب هنا الزمالك بجانب عمر جابر كمان بيعرض على بيراميدز محمد عبد السلام لاعب المنتخب الاولمبي، وبيعرض كمان معاه 10 مليون جنيه مقابل التعاقد مع عبد الله بكري. الزمالك محتاج عبد الله بكري لاعب نادي بيراميدز، وكان بيعرض لنادي بيراميدز ان هو على استعداد ان يدي نادي بيراميدز ان الزمالك يستغنى عن محمد عبد السلام، مش يستغنى عنه استغناء نهائي لا، على سبيل الاعاره، ومقابل ايضا و10 مليون جنيه مقابل التعاقد مع عبد الله بكري. من وجهه نظري ممكن عمر جابر يكون قريب جدا جدا من نادي الزمالك، ممكن ينتقل من نادي بيراميدز الى نادي الزمالك. لكن يا جماعه بيراميدز مش هيقدر او بيراميدز مش في دماغه ان هو يفرط في عدد كبير من اللعيبه، ممكن لاعب او اثنين، لكن البيراميدز بصراحه مش هيقدر اللي هو يفرط في ثلاث لاعبين او اربع لاعبين مره واحده، لا ده صعب جدا. ما ننساش يا جماعة أن بيراميدز ماشي كويس جدا جدا في الكونفدرالية، ولو استكملت البطولة وأنا عندي أخبار أن هي هتستكمل ودوري أبطال أفريقيا أيضا هيستكمل إن شاء الله. بيراميدز يا جماعة المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية، عشان كده أنا بقول صعب جدا جدا أن نادي بيراميدز يفرط في عدد من اللعيبة بتاعته. ممكن عمر جابر ممكن لاعب أو اثنين بالكتير، لكن انه يفرط في ثلاث او اربع او خمس لاعبين لا ده صعب جدا جدا. طيب هنا الزمالك بيحاول كمان يتعاقد مع متوسط او مع لاعب وسط وسط الميدان الوداد المغربي وليد الكارتي لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل. وهنا برضو الزمالك عايز يدخل صفقه تبادليه اللي هو عايز يستغنى عن حميد احداد للوداد، يكون في استغناء نهائي يعني للفريق مقابل التعاقد مع وليد الكارتي. طيب عندنا اخبار ان الملاعب المصريه او الملاعب ومراكز الشباب هتفتح ولكن تدريجيا من الاسبوع المقبل. يمكن ده خبر كويس جدا جدا. وعندي اخبار كمان ان الحياه الطبيعيه في مصر هتعود قريب جدا، ولكن بشروط. ايه الشروط؟ اللي هي ان اي حد هيخرج في الشارع هيبقى تقريبا، مش متاكد يا جماعه، يعني عندي معلومه ولكن مش متاكد منها، ان الحياة الطبيعية في مصر هتعود، ولكن بشروط. ان ممكن يرفع الحظر او الحظر ده يترفع، بس هيكون ممنوع خروج اي حد من بيته الا هو لابس جوانتي او الماسك بتاعه، ده هيكون شرط اساسي للخروج من منزل حضرتك. طيب عايز اروح لقطاع الناشئين وللعيبة اللي بتتابعني جدا او اللي بتتصل بيها مجرد ما ببدأ حلقتي ومجرد الانتهاء من الحلقة بقعد ممكن لمدة ساعة وانا برد على كل التليفونات. ولذلك يا جماعه الارقام اللي ظاهره قدامكم دي انا برد على كل التليفونات، بس برد عقب انتهاء الحلقه مباشره. عندكم الخط يا جماعه اللي هو 011 ده رقم الواتس. اللعيبه اللي هي ما خدتش فرصتها في اي نادي وحابه ان هي تنضم من نادي نجم مصر، لا اما حضرتك بتتصل بينا بعد الحلقه، لا اما تبعت لنا رساله على الواتس بالبيانات بتاعتك، حضرتك من فين، مواليد كام، مركزك في الملعب ايه، كنت متأيد في نادي قبل كده ولا لا. تمام يا جماعه، عشان نكسب وقت وعشان اقدر اعرف ارد على كل اللعيبه، يا ريت يا جماعه لو حضراتكم هتبعتوا لي واتس ابعت لي الاسم وابعت لي المواليد وابعت لي اسم او اسم المحافظه اللي حضرتك منها
وابعت لي مركز حضرتك ايه، وحضرتك كنت متأيد في فريق قبل كده ولا لا. تمام، حضرتك حابب تكلمنا فوق كلمنا بعد البرنامج مباشرة. طيب، يمكن احنا يا جماعة قبل توقف او قبل ظهور هذا الوباء وتوقف الحياة الرياضية كنا شغالين او كنا بنتمرن 3 ايام، كنا بنتمرن هنا في القاهرة في فرعنا في القاهرة، والفرع اللي في الصعيد اللي هو في نجع حمادي. لعيبة كتير جدا من النادي اللي هي انضمت رسميا لنادي نجم مصر، سواء كان نادي الشمس او النادي الاخر اللي هو بيلعب في الدرجة الثانية او الممتاز به. يمكن احنا واخدين عهد مع مجلس ادارة النادي ان احنا هنقول اسم النادي، ولكن عقب انتهاء الدوري او عقب لما تبان الرؤية، تبان الرؤية ان الدوري هيستكمل ولا لا. لو الدوري لو طلع قرار رسمي خلاص بقى وقرار نهائي ان الدوري مش هيستكمل، كده يعتبر انتهى الموسم، فنقدر ان احنا نعلن عن النادي الجديد اللي هو بيلعب في الدرجة الثانية. اما لو الدوري استكمل يا جماعة هنضطر نستنى لنهاية الموسم عشان نقدر نعلن عن النادي. ليه يا جماعة طيب الحكاية دي؟ عشان خاطر في ناس واخدة النادي واخدها لمدة موسم واحد، اللي هو معاه في العقد بتاعها بيقول ان مع نهاية الموسم خلاص المستثمر ده بيسيب الفريق. فيمكن احنا مضينا عقدنا مع مجلس ادارة الفريق ولكن مع بداية الموسم. فلو الموسم طلع قرار نهائي بانتهاء الموسم، لا احنا هنقدر نعلن عن اسم الفريق وهنبدأ تدريبات بالفعل. وسواء استكمل الدوري او عدم او ما استكملش مع عودة الحياة الرياضية، لا احنا هنبدأ نتمرن للفريق وهنبتدي نجهز بدري. الموسم اللي فات يا جماعة يمكن اللعيبة كلها اللي كانت موجودة معنا اللي بتتابعنا دلوقتي اللي كانت متواصلة معايا قبل ما اطلع على الهوا، طبعا يا جماعة زي ما انتم كنتوا عارفين احنا الموسم اللي فات بدأنا في شهر 3، بدأنا في شهر 3، يمكن الدوري بتاعنا بدأ تقريبا في شهر 8، فكانت معانا 5 شهور. بصراحة لما بدأنا بدري يا جماعة دي فرقت معانا جدا جدا. انا كان عندي 99% من الفريق بتاعي بتاع نادي الشمس اول مرة يلعبوا في نادي، وعلميا كده عشان تجيب تسعة او اغلبية الفريق او 99% من الفريق بتاعك يكون ما تسجلش في نادي قبل كده او ما لعبش في فريق قبل كده، لا ده انت محتاج 2 و3 سنين عشان تقدر تعمل فريق قوي. احنا الحمد لله يا جماعة قدرنا نختار افضل اللاعبين وجبنا، يمكن احنا عملنا موسم خرافي بصراحة. الموسم بتاعنا كان بيتلعب او الدوري بتاعنا اتلعب في محافظة اسوان، عملنا تعادلات وكسبنا بره ارضنا وتهزمنا، بس عملنا موسم كويس جدا جدا. اكتر من لاعب جاله عرض، على رأسهم طبعا محمد عادل مواليد 2005، هو من الفيوم. الراجل ده يعني او اللاعب ده كان بيلعب في اكتر من مركز، زي ما بيقولوا كده لاعب جوكر، كان بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب ديفندر. بصراحة في كل مباراة كان يجيني المدير الفني بتاع الفرقة التانية اللي احنا بنلعبها وبيقول لي ان احنا عايزين اللاعب ده. فأي لاعب يا جماعة قبل ما اطلع لفاصل، اي لاعب حابب ينضم لنادي نجم مصر، زي ما بقولها لكم كل حلقة، نادي نجم مصر بيفتح ابوابه للجميع. كلمونا بعد الحلقة مباشرة يا جماعة، ولو هتبعتوا لنا رسالة على الواتس ابعتوا لنا الاسم والمواليد والمحافظة والمركز بتاعكم. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. Thank you.